مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا، بين من ينشر بيانات ضباط الشرطة على الإنترنت ومن يعارض ذلك من الناحية الشرعية وأنه لا يجوز نشرها بهدف التحريض ضدهم، أثيرت هذه القضية خلال الأيام الماضية، خاصة وسط مخاوف من أن يفتح هذا الأمر مجالا للقصاص باليد، حفظا على وظيفة الدولة في تحقيق العدل والقصاص من مرتكب الجرائم. السؤال المطروح في هذه الحلقة من سياسة في دين يتعلق بالموقف الشرعي من قضية نشر بيانات ضباط الشرطة على الإنترنت، ويتعلق أيضا بالبعد السياسي والخوف من تصاعد وتيرة العنف بسبب تعطل العدالة وغياب المحاسبة عن عمليات القتل التي تتم في وضح النهار على يد ضباط الشرطة، وآخرها بالأمس حيث قتل الطالب عبد الرحمن مصدق في تظاهرة بالإسكندرية بحسب شهود العيان. مشاهدينا، نشر بيانات ضباط الشرطة على الإنترنت جدل فقهي ومخاوف من القصاص الفردية، هذا هو عنوان هذه الحلقة من سياسة في دين. ودعوني أرحب بضيفي في استوديو الجزيرة مباشر مصر، الدكتور محمد الصغير، الداعية الإسلامي ومستشار وزير الأوقاف السابق. أهلا بك معنا دكتور محمد. أهلا ومرحبا. وينضم إلينا من القاهرة عبر سكايب الأستاذ أسامة الهتمي أو الهتيمي، الباحث في الشؤون الإسلامية. أهلا بك معنا أستاذ أسامة. وكذلك عبر الهاتف من القاهرة السيد مصطفى زهران، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية. أرحب بك أيضا أستاذ مصطفى. وأبدأ مع ضيفي في الاستوديو دكتور الصغير، أبدأ معك من الناحية الشرعية فيما يخص نشر بيانات الضباط التي يراها من ينشرها أنه يعني إما قتل بشكل مباشر أو ساعد على القتل أو السحل أو الاختطاف أيا كان، فيقوم بنشر بياناته وفي بعض الأحيان بيانات أسرته وعنوانه وما إلى ذلك على الإنترنت. هل ترى أن هذا العمل جائز شرعا أم لا؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. في البداية، ونحن نتحدث عن جهاز كبير في مصر قوامه بعشرات الآلاف، جهاز الشرطة، أولا كله ليس على قلب رجل واحد، إنما الذي يمارس القتل والسحل والتعذيب والاغتصاب كما هو ثابت ومقرر عند العدول طائفة من هذا الجهاز. خلينا الأول نسأل قبل ما نتحدث في الحكم الشرعي، هو ضابط الشرطة واللواء والنقيب والعسكري هذا عبارة عن موظف عند الدولة، شأنه شأن المدرس. المدرس بيدخل الفصل للتعليم. الحكومة وزارة التربية والتعليم لما المدرس بيعاقب الطالب بالضرب علشان ما عملش الواجب بقصد التقويم بيعاقب المدرس. طب هاب ان المدرس ده بدأ يدخل الى الفصل ليغتصب هؤلاء الطلاب، ليقتل هؤلاء الطلاب، نقول ده بقى موظف حكومة ولا يمس ولا يعاقب، والعهدة ليست عليه على وزارة التربية والتعليم يعني. لا طبعا، لأنه أولا هؤلاء الذين يقومون بالقتل أو بالسحل أو بالاغتصاب خالفوا العقد الذي بينهم وبين الدولة، خالفوا الشعار. شعار الشرطة ده مش شعار بيتكتب على البوكس، ده عقد بينه وبين الدولة، بينه وبين المجتمع، وبيأخذ راتبه من المجتمع، من الدولة، في خدمة الشعب، في توفير الأمان للشعب، في القبض على الجناه الذين يعطلوا حركة المجتمع. كونوا ضابط الشرطة، بعض ضباط الشرطة وأنا لا أعمم، يترك هذه المهمة السامية التي كانت مهمة عمر بن الخطاب كان يقوم بها بنفسه، وهو من أول من وضع نظام الشرطة، ثم ينتقل ليصبح هو بلطجي، إذن يتعامل معه على أنه بلطجي وليس بمعنى. يعني إيه يتعامل معه أنه بلطجي؟ هقولك لا يعني سريعا في يفعل النقطة دي يفعل معه القانون. القانون احنا عايزين تفعيل القانون. احنا الآن لسنا في دولة قانون ولا في دولة مؤسسات، نحن الآن نعيش في غابة تملكتها عصابة. لما تخرج الشرطة ومعها البلطجية ويأتي هذا البلطجي ليسحل امرأة في الشارع، دعك من أنها مظاهرة، لو بلطجي بيسحل امرأة في المترو، الشعب المصري قبل 25 يناير وقبل ثورة عرابي كان يترك هذا الذي يسحل امرأة؟ تأكيد لا. لا يمكن. هذا الذي أنا أطالب به. لا. من الشعب المصري لا يمكن يقبل بسحل امرأة. أنا عايز بس كلام محدد من حضرتك فيما يخص دي فتوى شرعية. النهاردة في شاب قاعد على
شبكة الإنترنت وشاف ضابط بيزحل ووصل لاسمه، وراح كاتب اسمه وعنوانه وأسماء أسرته وأطفاله ويمكن مدارسهم على صفحة من هذه الصفحات. هل هذا يجوز شرعا أم لا؟ هذا ما أتحدث عنه. ما هو اللي حضرتك الفتاوى، أنا مش هعمل فتوة كمبيوتر اختيارات أو نظام ورقة الإنجليزي أو لا، لابد من توصيف الفتوى. هذا الذي أنا تأكدت أنه بيسحل امرأة في الشارع أو امرأة أخذوها داخل قسم ونحن مجموعة من الشباب نستطيع أن نستخلص هذه الفتاة من أيديهم، نقف مكتوف الأيدي أم يدفع السائل بما يدفع به؟ دي الفتوى الشرعية. دفع السائل المقصود بها دفع المعتدي. المعتدي، هذه قاعدة شرعية. اسمح لي. يدفع، أنا عايز أكررها تاني. يدفع السائل بما يندفع به. طيب. يبقى المفتري، الباغي، المعتدي، ما يدفعه عن بغيه جائز لكل الناس. اسمح لي، أنا على حد علمي وأرجو أن تصحح لي، الدولة هي من تقوم بدور البطش يعني، وهي التي تحتكر القوة وما إلى ذلك، وهي التي تحاسب الناس، وهذا أمر الحق أعتقد أنه حتى شرعي بشكل أو بآخر. فكرة أني طيب أنا تأكدت أن الضابط دوت هو اللي سحل هذه الفتاة، هو اللي اغتصبها، حتى زي ما اغتصبت بعض الفتيات وما يقرب من 17 على حد تعبير يعني تعبير البعض. طيب وانا نشرت اسمه على الانترنت وقلت هو ده اللي بيفعل بيعمل كذا، ده هياخدني لطريق تاني، لطريق القصاص الفردي، ان واحد من الممكن ان يقتل هذا الضابط، فلا لا تبقى دوله، نتحول الى غابه، كل واحد بياخد حقه بايديه. هذا راي ممن يعارضون مثل هذه الامور يعني. انقل لك فتوى دار الافتاء المصريه، شبه كلام من فتوى كويس من مؤسسه صدرت عام 2011 في تعريف البلطجة، يقول البلطجة جرمها القانون ولها صور مختلفة، استعراض القوة، التلويح بها ماديا أو معنويا، التعرض للحرمات الخاصة والعامة، الإضرار بالغير، المساس بالشرف، حمل السلاح والأدوات الضارة، اصطحاب حيوانات تثير الذعر، الحكم، هذه الأفعال مجرمة وهي حرابة وإفساد في الأرض ولا تقبل الإسقاط إن أسقطها المجني عليه لأنها حق المجتمع. الشاهد فين؟ وواجب على المجتمع أن يمنع ذلك قبل الدولة، والإبلاغ عن هؤلاء للقصاص منهم واجب. على الأفراد حتى المجتمع. هذه يا أستاذ أحمد، هذه كانت ثقافة المجتمع المصري كله ومجتمع الدول العربية والثقافة العربية. لا تترك المرأة للاغتصاب ولا يترك الرجل للحرب ولا يترك الرجل للسحل. من خذل مسلما وهو يستطيع أن ينصره خذله الله تبارك وتعالى في موطن يحب أن ينصر فيه. أنا عايز أقول حاجة تاني، تفعيل القانون، أنا بقول ما فيش قانون في عصابة، لكن لو إحنا عايزين نفعل القانون، المجلس العسكري أيضا في 2011 أصدر تعديل مرسوم بقانون، القانون رقم 58 لسنة 37، نص المادة المعدلة تقول من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كان المجني عليها لم تبلغ 18 سنة، أو كان من أصولها، أو من له سلطة عليها، أو كانت تخدم عنده بالأجرة، أو تعدد من فعل الجريمة في وقت واحد. الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، في شهر يناير من عام 1999 يطالب بإلغاء المادة 291 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن عدم إقامة حكم الإعدام على من اغتصب امرأة ثم تزوجها. يقول الشيخ نصر فريد المفتي، هو بذلك يفلت من العقوبة المقررة وهي الإعدام، وهذا الزواج باطل ومنعدم. طيب اسمح لي، في المقابل هناك فتوى رسمية من دار الإفتاء المصرية جاء فيها أن دعوات بعض الأفراد والجماعات للقصاص أو الأخذ بالثأر من أشخاص بعينهم والتي رصدها مرصد دار الإفتاء هو فعل محرم باتفاق أهل العلم، حيث رتب الشرع الشريف لولي الأمر المتمثل في الدولة الحديثة في المؤسسات القانونية والتنفيذية جملة من الاختصاصات والصلاحيات والتدابير ليستطيع أن يقوم بما أنيط به من المهام. أيضا شددت الدار على أن إقامة العقوبات في العصر الحاضر في ظل دولة المؤسسات
انما تناط بجهه محدده. الحقيقه هم بيقولوا الكلام ده، وكان في الاول برضك بيتكلموا على فكره ان انا حتى ما انشرش اسماء الضباط. دي دار الافتاء. لكن كمان في شيخ اخر الدكتور منير جمعه، وهو من علماء ضد الانقلاب، كانت ليه فتوى شهيره في هذا السياق، ونحن ننشر اجزاء منها على شاشتنا الان، ان هو لا يجوز نشر بيانات افراد الشرطه بقصد التحريض على الاعتداء عليهم، لان هذا العمل قائم على الظن غالبا. حتى لو شاب المؤسسات اليوم شبهة التسييس، فإن هذا لا يسوغ فتح الباب للأفراد للقصاص والانتقام العشوائي دون تقص وتحري. أيضا هذه الفتوى لا تعني. عايزين نقف عند هذه الفتوى. هذا كلام أنا كنت عايز أكملك بقية الفتوى. قال هذه الفتوى لا تعني سقوط حق المعتدى عليه في دفع اعتداء المجرمين، شرطة كانوا أو بلطجية، فهذا واجب شرعا وقت حدوثه. فالراجل بيقول ابتداء ان الموضوع ده ممكن يقوم على الظن، فانا اظن ان الضابط ده هو اللي اشترك في فض اعتصام رابعه العدويه. هذه الامور لا تقوم على الظن ولا تقوم على التخمين، وانما هذه شهاده، والنبي صلى الله عليه وسلم في امر الشهاده اشار الى الشمس وقال على مثلها فيه فاشهد. كلام الدكتور منير جمعه كلام دقيق ومنضبط، وأنا أتفق معه في كل ما جاء فيه. لا ينبغي أن الأمر يكون ممكن يبقى على سبيل الانتقام، واللي زعلان من ضابط واللي كان عايز ياخد أخت ضابط ورفضه يحطه، لا. طيب الأمر يكون على ليا سؤال. التثبت وكل ما ورد في كلام الدكتور علي. يعني أنت مع كلام جميل مع نشر إذا تأكدنا من أن هذا الضابط هو يعني الذي قام بالقتل أو بالسحل أو بالاقتراب أيا كان، يجوز نشر اسمه والتشهير به، لكن السؤال التالي هل يجوز القصاص منه بشكل فردي؟ سؤال يعني لحضرتك، لكن بعد أن أتواصل مع ضيفي عبر سكايب من القاهرة أسامة الهتمي الباحث الإسلامي. ما رأيك أستاذ أسامة فيما ذكره الدكتور الصغير أو حتى الدكتور منير جمعة، أنه إذا تثبت أن هذا الضابط قام بعمليات قتل كما حدث في رابعة والنهضة أو اغتصاب أو اعتداء على فتيات بشكل غير يعني قانوني وشرعي كما نرى، يعني بالأمس كان هناك قتلى، يجوز نشر اسمه على شبكات التواصل الاجتماعي، التشهير به حتى لو وصل الأمر حتى للقصاص منه باليد، ما رأيك في هذا الكلام؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي أولا للشيخ محمد الصغير والأخ الزميل مصطفى زهران. يعني أنا بعيدا عن الدخول في جدل حوالين الفتوى ومدى تواضيتها، أنا يعني أربع بنفسي الدخول في مثل هذا المعترك، لكنني أحب أن ألفت النظر إلى نقطة رئيسية، وهي أن هذه القضية بالأساس هي قضية أخلاقية استمدت قوتها وفعاليتها في الشارع المصري من كون الشعار الذي أعلنه تحالف الدفاع عن الشرعية، والذي أعلن وقرر مرارا أن السلمية هي خياره الاستراتيجي، ومن ثم يعني فكرة الانتقال أو الدخول في معترك العنف وفي معترك استخدام يعني الحالة الثأرية والانتقامية ممن قاموا بانتهاكات بحق المعتقلين أو بحق المتظاهرين، هو أمر ربما يتنافى بشكل جذري مع ما قد أعلنه التحالف منذ البداية، والذي على أساسه أظهر كل محاولات تصويت القائمين على النظام المصري الحالي في المجتمع الدولي بأن هؤلاء مجموعة من الإرهابيين الذين يريدون أن ينقضوا على الدولة ويريدون أن يضعفوها ويريدون أن يحكموا شريعة الإرهاب. أستاذ أسامة عفوا، أنا في الجزء هذا أتفهم وجهة نظرك، لكن نحن نتحدث عن التحالف. التحالف منذ البداية قال يعني ثورتنا سلمية وستظل سلمية، سلميتنا آخر رصاص الكلمة اللي قالها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين على منصة رابعة، لكن نحن نتحدث هنا عن الأفراد وليس عن جماعات أو تحالفات. هناك أفراد اليوم يرون أن هناك انتهاك حقيقي يعني للإنسان وحقوقه واغتصاب لفتاة في الشوارع، نراها يعني عيانا بيانا في وضح النهار، فالرجل يأخذ اسم هذا الضابط وينشره على شبكة الإنترنت للتشهير به ويقول له ببساطة نحن نعلمك، نحن وراءك، لن نترك حقوق المغتصبات أو القتلى. موقف الشرع من هذا يعني هل دي تأتي في إطار رد السائل كما قال الدكتور، أم لا يعني تدخل بنا في نفق الفوضى والعشوائية وهي ضد الشرع يعني؟
يعني فضلا عن توثيق ان ما قام به الضابط الفلاني او العلاني من انتهاك فهو جريمه بحد ذاتها يحكم عليه القانون وحكم عليه الشرع من قبل، لكن يعني ان يترك الامر يعني لكل فرد يفعل ما يشاء، حتى لو كانت لو تسبب، يعني انا اتحدث من وجهه نظر سياسيه، لو تسبب الشخص من ان فلان قام بانتهاك بحق فلان ثم فيخول لنفسه القيام بمثل هذا الامر، انا اعتقد انه يحول الامر الى شيء من الفوضى وشيء من العبثيه، وهو ما كان قد افتى به الشيخ محمد الغزالي يعني في قضيه الدكتور فرج طوده عندما تم اغتياله من قبل بعض الاطراف الاسلاميه، فسئل في المحكمه فقال ان هذا افتئات على السلطه، اذا يعني في النهايه هذا افتئات على السلطه ايا كانت طبيعه هذه السلطه، يعني خاصه يعني طيب وكيف اقرا سياق من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، من مات يدافع عن ماله، الاخ اللي دافع عن اخته اللي اهينت وضربت وسحلت ويعني وقام بالاعتداء، عفوا انا احاول ان انقل لك راي الناس بشكل او باخر وما اثير. نعم طيب نعم كيف اوفق بين هذا وذاك يا دكتور يا استاذ اسامه؟ يا استاذ احمد، شكل الدفاع وشكل الاستشهاد دون المال ودون العرض ودون يعني ليس مقتصرا على التضحيه الجسديه في الفلان او العلان، ولكن يمكن ان تشارك بشكل او باخر في النضال الذي يمكن من خلاله ان تستشهد او تبتلى من اجل الدفاع عن حقك، يعني هذا الشكل يعني حسم موقفا ذي بدء في الشكل السلمي الذي يتمثل في المظاهرات والمسيرات بعيدا عن استخدام العنف الذي ربما يحول البلد باكمله، لان الطرف الاخر لا يميز ما بين من قام بعمل فردي او عمل ثاري او عمل انتقامي، هو يتعامل مع المجموعات كلها جمله وتفصيلا بانهم لجأوا للعنف، وهو من ثم بعض المتطرفين داخل هذا المعسكر يحاولوا ان يضروا الشباب للتورط في مثل هذه العمليات. ابقى معي استاذ اسامه، وصلت فكرتك، سأعود إليك مرة أخرى، لكن دعني أنتقل لضيفي عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ مصطفى زهران الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، وأرجو في البداية أن نتعرف على رأيك في موضوع هذه الحلقة، فكرة نشر أسماء الضباط الذين تدور حولهم شبهة أنهم شاركوا في القتل أو في سحل الفتيات أو الاعتداء وما إلى ذلك في ظل غياب القانون. النهاردة حتى الضباط اللي كانوا متهمين في قتل المتظاهرين بين ثورة 25 من يناير كلهم خرجوا براءة، يعني فكرة البراءة للجميع كانت هي التي تسود خلال الفترة الماضية. رأيك يا أستاذ مصطفى؟ خلينا نقول في البداية إننا إذا بداية جديدة لنشوء ما يسمى بالعقل التكفيري والعقلية الجهادية التي دائما ما تظهر في مثل هذه اللحظات، التعامل الأمني والضغط ومن ثم استشعار بالمظلومية ثم الانفجار الذي يتقلب في الشكل التكفيري أو الجهادي. وربما يعني الأحداث الأخيرة التي شهدت قتل وتفجيرات وما إلى غير ذلك عقب 3 يوليو ونشوء ما يسمى التيارات الجهادية الراديكالية مثل أنصار بيت المقدس وأخواتها أكبر دليل. لا أستاذ مصطفى، أرجو حتى لا نخلط، أنا لا أتحدث هنا عن تفجير المباني الخاصة بالمخابرات أو بالخاصة بالشرطة، لكن أنا أتحدث عن حديث اليوم يجرى بشكل جدي وفتاوى تخرج من هنا وهناك، أعلم أن ضابط فعل كذا وكذا، هل يجوز لي أن أنشر أو أشهر به حتى على الأقل ليرتدع ولا يفعل ذلك مرة ثانية؟ هذا هو الموضوع، ليس موضوع الإرهاب وليس موضوع التفجيرات. دكتور مصطفى، ما تقول، لكن أنا أتحدث أعلق على كلام سيادتك، يعني هذا العقل التكفيري أو هذا العقل الجهادي الذي بدأ بأطوار انتهى بهذه العقلية التكفيرية من القصاص وصار إلى تبني أيديولوجيا تحت إطار شرعي يفعل بها ما يشاء. هو يستشعر تلك المظلومية، يبحث عن الطائر، وهو يبحث عن إطار شرعي يضفي الشرعية على سلوكه وممارساته في اللا دولة خارج إطار القانون، حتى يشعر الأنا الأعلى بضميره بالارتياح وهو يفعل هذه الفعلة، وهو في جملتها هي لا تتناسب لا مع الشرع ولا مع القانون ولا حتى مع القوانين الوضعية. لذلك هذا العقل التكفيري الذي ينشأ في هذه الأحداث والذي يتمخض من التعامل الأمني أو محاولة الثأر والقصاص وما إلى غير ذلك، من الطبيعي أن تشهد مثل هذه الحالة، هذه أمور طبيعية في ظل
وجود او نشوء ما يسمى بالعقل التكفيري او العقل نشوء العقل التفكيري التكفيري ولا ضياع دولة القانون وضياع العدالة وسط الناس. لكن ابقى معي استاذ مصطفى، الرجل يقول لك نحن امام عقل تكفيري وبدايات لجهاد، انتم فقط يعني بشكل او باخر يعني هي فكره المظلوميه عايزين يعني تتطرسوا وراءها لاداء ادوار تكفيريه وجهاديه تعود بالوطن سنوات يعني للوراء. هو انا مش مختلف في جزء مما يقوله الزميل المتداخل عبر التليفون، ولكن نحن اسمح لي ان اقول عندنا التحالف الوطني لدعم الشرعية وهو متمسك بهذه السلمية، وأنا متفق وأنا عضو في علماء ضد الانقلاب وهذا رأينا، ولكن هذا الانقلاب وهذه العصابة وجنوح بعض الأفراد إلى ما يتوهمه السامع والصنيعة اللي بيتحدثوا عنها اللي هي بيت المقدس، من الذي أوصل مصر إلى هذا الأمر؟ أليس هذا الانقلاب وهذه العصابة وهذا التسلط البغيض؟ من الذي استفز الأفراد بالأفعال التي لم ترى إلا عند الصرب؟ لما الجزيرة تتحدث على لسان محمد بدر مش تحقيق ويقول زوجتي اعتدي عليها أمامي، محمد بدر مصور الجزيرة يتحدث على هواء عن نفسه ويقول زوجتي تم الاعتداء عليها أمامي فظللت 3 أيام أبكي، من الذي أوصل المجتمع إلى هذا الأمر؟ نحن نقول التحالف الوطني لدعم الشرعية هو أدرى بمآلات الأمور، وأنا أهيب بكل الأفراد أن كل أعمالهم ينبغي أن تنطلق من التنسيق مع هذا التحالف، وأن يرجعوا إلى علماء موجودين في مصر ومعهم في المظاهرات ويرتبوا معهم، ولكن هذا كله متفق عليه وأساسي، لكن واحد يرى امرأة تغتصب أمامه أو إنسان يقتل أمامه هيروح يقول والله استنى لما ابعت رساله اس ام اس اخد راي التحالف؟ لا ابدا، اي انسان مصري شريف سيقوم برفع الظلم عن هذا المسحول او عن هذه المغتصب. هو هنا بيقول لك احنا دخلنا في دوله الفوضى ودوله يعني يقتل الناس في الشوارع ونكتفي بالتقاط الصور ورفع على الفيسبوك؟ هذا الذي اليست هذه هل هذه السلبيه هي المعهود؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الذين في الشوارع والذين في المظاهرات والذين يقفون أمام الطغمة الحاكمة ليسوا جماعة الإخوان المسلمين وليس التيار الإسلامي، وإنما هو جموع الشعب المصري الذي قتل منه الأب أو سجن منه الأخ أو أخذت منه الأخت أو صدرت له الأموال، أصبح لهم جعلوا هم من أنفسهم جعلوا لهم ثأرا في كل بيت من بيوت المسلمين، ولا خلاص لهذه الأمة إلا بزوال هذه الطغمة الحاكمة. واسمح لي نقطة مهمة أخيرة، أنا أهيب بالشرفاء من تبقى من الشرفاء من رجال الشرطة أن يعلنوا براءتهم على الأقل من هذه الأفعال الهمجية والوحشية. في شرفاء في الشرطة قدموا استقالتهم، والوزير قال لو قبلت الاستقالات أو قبلت الأجازات التي هي بالعشرات لنحل نظام هذه الوزارة. أضعف الإيمان لهؤلاء الضباط أن يتقدموا باستقالة مؤقتة إلى أن يزول هذا الانقلاب. طيب. وإن الأموال التي يتقاضاها هؤلاء هي عندي سحت وحرام، أنا بتكلم عن الناس اللي بينزلوا في المظاهرات واللي بيضربوا الناس بالخرطوش وبالرصاص الحي، ما بتكلمش على الضابط بتاع المرور ولا الضابط بتاع الجوازات، أنا بتكلم على الضباط المشغولين بقتل الناس في الشارع المصري، وأنا بأخاطب، أنا حجيت ورأيت زوجات ضباط الشرطة، رأيت فيهن التزاما وحرصا على الدين، انصحي زوجك قولي له أنت الآن تركت العمل الشرطي وأصبحت بلطجيا. قولي له لا تطعمني ولا تطعم أولادي سحتا، وأنا أقول للمجندين لا تطيعوا أمرا في قتل الناس ولا ضرب الخرطوش. تداول النشطاء اللواء في التلفزيون في قناة مصرية بيقول جبنا الشيخ أسامة الأزهري اللي هو تلميذ علي جمعة وابنه المدلل، وجبنا الشيخ فلان والشيخ فلان، أقنعوا هؤلاء الجنود وهؤلاء الضباط بضرب الناس في المظاهرات. أقول إن هذا تضليل، إن التضليل الأول ظهر من علي جمعة والتضليل الثاني ظهر من تلاميذه. علي جمعة ذهب ليفتي القادة ويضللهم وتلاميذه يضلل الجنود. طيب. أنا أطالب بالنخوة تتحرك في نفوس الناس، لا أقول استقالة وإنما على الأقل أضعف الإيمان أجازة من هذا الجهاز الذي يقتل بلا رحمة. طيب أستاذ مصطفى،
هل تتفق مع من يقول أن غياب العدالة في مصر الآن وحتى ما يسمى بالعدالة الانتقامية الآن هي ما أوصلتنا إلى أن البعض يفكر بشكل فردي بأن ينتقم، أن يقتص لنفسه؟ الضباط يخرجون يعني يأخذون براءات تلو البراءات، هناك فتيات تم اعتقالهن وبعد ذلك السحل والاغتصاب، آيات حمادة تعرضت لتحرش جسدي داخل السجن وجهاد الحداد، خرجت يعني دخلت على رجليها وخرجت وهي عندها شلل نصف وما إلى ذلك. عندما تضيع العدالة بهذا الشكل وعندما تضيع الحقوق فبالتالي لا نستطيع أن نجرم من يفكرون بهذا الشكل. هذا رأيي، ما رأيك فيه أستاذ مصطفى؟ ممكن أقول لحضرتك حاجة أوقع مما ذكرت وأعلى ربما قليلا. ممكن أقول أن صراع المصالح، البحث عن المصالح الذاتية، عدم يعني وضع مصلحة الوطن قبل كل اي مصلحه وقبل اي مصلحه تذكر، اذا كانت هذه المصلحه مصلحه حزب او فريق او جماعه بعينها او ما شابه، ربما هو هذا السبب الرئيسي الذي انطلقت منه كل ما نراه في هذا المشهد. وفي نقطه مهمه جدا لابد ان اذكرها، ان أسوأ مخاضات هذا المشهد هو ان هذه العقليه الجديده التي تقترب من العقليه التكفيريه هي تقفز على شكل الإسلام أو حركات الإسلام. أنا معلش أنا آسف يا أستاذ مصطفى، كأنك دلوقتي بتقول إن يعني يا ضابط الشرطة افعل ما تفعله، المشكلة في المصالح والناس اللي بتتخانق فوق، فخلاص أنت ما عندكش مشكلة، اقتل واسحل واغتصب يعني. أنت من تذكر، أنا فهمت كده، وضح لي، أنا فهمت كده من كلامك، أنت وضح لي. أنا كلامي واضح جدا، أنا قلت أن المصالح الشخصية وصراع المصالح هو الذي يفضي لهذا المشهد القاتل. لم أذكر لا شرطة أو غير شرطة. أنا بكلمك دلوقتي عن الشرطة، وأنا بتحدث عن الشرطة وعنف الشرطة وغياب العدالة، أنت إيه رأيك في ده؟ لا، أنت تستدعيني لأتكلم عن حالة الإسلام السياسي بما فيها هذه العقلية التكفيرية والعقلية الجهادية التي تتصدر على المشهد، فيما غير ذلك ليس ميداني حتى أتكلم فيه، من الممكن أن أتكلم. مصطفى أنا بسألك عن أفعال الشرطة، أنت لو أنت شايف إن إحنا الكلام ده مبالغ فيه قول لي لا ده ما بيحصلش، بس عشان تبقى المسألة واضحة. لا، لكن أنا بسألك بحاجات بتحصل، طيب أنت إيه رأيك فيها؟ نعم اسمعني، أنا أقول أن التعامل الأمني المبالغ فيه والمفرط فيه لابد أن ينتج عنه، وما قلت ذلك من البداية، أن يأخذ هذا العقل التكفير. لذلك الفكر لا يجابه إلا بالفكر. فين العقل التكفيري؟ ده الراجل بيقول لك انا مراتي اتضربت قدامي، هو ده عقل تكفيري؟ قاعد يبكي ثلاث ايام، قهر في السجن ثلاث ايام بيبكي ومراته اتضربت قدامه، هو فين العقل التكفيري هنا؟ ابقى معي يا استاذ مصطفى، ساعود اليك يا استاذ مصطفى، لكن اتحول للاستاذ اسامه بس حتى نغلق هذه النقطه. فكره غياب العدل، غياب دوله القانون، هو ما آل بنا الى ان يفكر بعض الافراد في القصاص بايديهم استاذ مصطفى، استاذ اسامه عفوا. انت بالطبع يعني احنا حذرنا منذ البدايه ومنذ تطور الاحداث في يونيو الماضي من ان يعني مثل هذه التصرفات او التعامل او اتخاذ مثل هذه الخطوات بدون تعقل سيدفع ببعض الاطراف للاسف الشديد التي كانت او ما زالت كافره بالديمقراطيه والبلد كده عثرت على نفسها لمونه فقبلت الديمقراطيه على مضض، يعني تعيدهم مره اخرى للكفر بالديمقراطيه واللجوء الى استخدام السلاح واستخدام العنف في هذه واحده، واما الثانيه يعني كما ذكرتم ان ستتشكل حاله ثاريه بالفعل لدى اطراف كثيره جدا في المجتمع، ربما هي ليست منضويه تحت جماعات او تحت تنظيمات معروفه لدى المتخصصين ومعروف شخوصها ومعروف تنظيمها ومعروف افكارها، هذه المجموعات يمكن ان تتوحد بشكل او باخر عبر التواصل الذي يعني الذي ينتج نتيجه التجمع فكره محدده وهي فكره الانتقام والثار للانتهاكات التي حدثت لهم ولذويهم، ومن ثم تحدث حالات ثاريه، يعني هذا كله يدور في دوله الدوله وهنا تبقى فكره الثار وليس فكره التكفير او الجهاد، يعني انا اقصد انا بس عايز افرق ما بين حاجتين، فكره ان العقليه الجهاديه اللي اتكلم عنها الاستاذ مصطفى والعقليه التكفيريه، وفكره هنا العقليه الثاريه في غياب دوله القانون والعداله. لا، العقليه التكفيريه مخالفه للعقليه الثاريه، يعني العقليه التكفيريه هي عقليه موجوده يعني على مدار التاريخ الاسلامي،
لكن العقلية الثأرية هي التي تتحرك وتستخدم السلاح بشكل عملي لتحقيق انتقام، أو يعني ربما لا تحركها دوافع فكرية أو أيديولوجية، ولكن تحركها دوافع خاصة وشخصية. طيب. ومن ثم يعني كما أشرت سالفا أن المسألة مرتبطة بسلوك فردي ولا تعبر عن تنظيمات ولا مجموعات. طيب. وهذا هو أسوأ، لأنك أنت يعني عند المعالجة الأمنية لمثل هذا الأمر يعني يصعب بشدة التعامل الأمني معه، لأنك مش ماسك تنظيم معين وتستطيع الرد عليه أو صحيح صحيح أو التعامل مع أفراد. وضحت الفكرة، ابقى معي أستاذ أسامة سأعود إليك، لكن يعني تنضم إلينا عبر الهاتف حالة تعرضت يعني لانتهاكات داخل محبسها، وهي آيات حمادة، وهي يعني إحدى الفتيات التي اعتقلنا، وهي من جامعة الأزهر، طالبة من جامعة الأزهر. أهلا بك معنا آيات. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. ابتداء، هل لك أن تروي لنا سريعا بعد إذنك ما الذي حدث لك داخل السجن أو داخل المعتقل أيا كان المسمى الصحيح؟ تفضل. تمام. هو مبدئيا انا كنت واحده من اللي شاركوا في الانتفاضه الطلابيه ضد اعتقال وفصل الطلبه واستشهادهم داخل الفرق الجامعي، وشاركت في اضراب عن الامتحانات، بس تم اعتقالي في جامعه الازهر يوم 28/12 لمجرد ان انا يعني دفعت عن طالبه اسماء مصر الموجوده للان في الجونه عكر. يعني تم انا شفتها وهي بيتم التشرج بينا من قبل عساكر الامن، و يعني بعض عساكر الامن تحرشوا بزميلتك اسماء اللي موجوده ما زالت حتى الان داخل السجن. اسماء مصر موجوده الى الان ومتحرك لها، متلفق لها خرطوش، اتحطيت لنا جوه المدرسه، متلفق لها خرطوش في التحقيق قدام عينينا موجود، وكيل النيابه شافه، واحنا قلنا ان الكلام ده قدام عينينا تم تلفيقه ليها، محدش سمع اي حاجه يعني. بس هو الموضوع ان انا طلعت قدام وناديت بصوت عادي، قلت حسبي الله ونعم الوكيل، حرام عليكم بتعملوا كده ليه؟ حرام عليكم، انتوا مش رجاله، انتوا ازاي تمسكوا بنت كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. هو اللي انا قلته كده بالظبط، فمع ان برغم ان كان حواليا مجموعه ممكن تكون بتقول الفاظ خارجه اصلا، فوجئت ان شخص جاي يعني انا بلف لهم بقول لهم ما ينفعش تشتموا اصلا، لان احنا بنات ولو حد صورنا ده ممكن يأذينا. بس فوجئت ان شخص جاي بيشدني من شعري، طبعا شديته بيه اصلا يعني التوكه كسرت جوه راسي، فراسي كان فيها جروح جواها يعني، وبعدين شدني بطريقه اصلا رجلي ما كانتش لامسه الارض وهو شددني، فعرفت فينا بقى من امن دوله اصلا، وانا متهمه بالاعتداء عليه. اول ما ناحيه المدرعه، اول ما دخلنا ناحيه العساكر المجسمين والناس دي، تم التحرش بيها بنفس الطريقه اللي تم التحرش باسماء يعني باسماء بيها. وبعدين اثناء دخلت بدفعه قويه جدا جدا بايديهم للمدرعه، وانا بقى برجلي وايده دخلني المدرعه، والدخله دي اصلا يعني عورت رجلي جامد جدا، وحتى هم في مستشفى السجن شافوا الجروح اللي في رجلي. بعدها عنه. نعم اتفضلي ايات، انا بسمعك. قعدنا بعدها جوه المدرعه، وفي بنت اتقبض عليها، شيماء، الطالبه شيماء الموجوده الى الان برضو في السجن، بسبب رنه موبايل، يعني اديتها موبايل من المدرعه، فموبايل رن وسط العساكر جيست توك من عسكر، خدوها على المدرعه وتم القبض عليها وبرضو ضربها. الطالبه ياسمين اعترضت علينا، اللي هي موجوده لحد دلوقتي برضو في السجن، ان هي بتعاني ان هي مركبه شريحه في رجليها وما بتعرفش تمشي بطريقه سليمه، وبرغم ان هي بيجيها حاله من التشنجات ما خرجتش الى الان. البنت دي برضو اتاخدت لمجرد دفاعها عنا، وراسها كانت مجروحه جامد لان هو رجع راسها في عمود النور. ايات انت يعني انا عفوا للمقاطعه لكن ضيق الوقت، اسمحي لي، فكره ان دلوقتي نموذج، انت نموذج حي للاعتداء عليك سواء تحرش وما شابه، تأيدي فكره ان يجي البعض الفتيان والفتيات ينشروا اسماء الضباط اللي هم المسؤولين عن مثل هذه الافعال ام لا؟ ويشهروا بيهم. طيب حضرتك، انا وقفت ضد الداخليه وضد العسكر، وفي وقت قبل كده كنت واقفه ضد الاخوان لان هم كانوا واقفين مع الناس دي، لان انا كنت ضد ممارسه الانتهاكات ومع الانسانيه بس. تمام؟ فالانسانيه بتقول لي ان انا ما ينفعش ان انا اروح اعتدي على لان انا اصلا رد اعتدائه عليا. تمام؟ ولكن انا مش هقدر الوم اي بني ادم يعمل كده، لان انا جربت حاجه زي دي وعرفت يعني ايه حاجه زي دي، يعني مش هقدر الوم اي بني ادم يعمل حاجه زي دي. ولكن انا كمبدئي انا بحب امشي في الطريق الصح، الطريق الصح ان انا رفضت انتهاكك، فما ينفعش ان انا اروح اعمل نفسي الحاجه دي. شكرا.
شكرا بس آيات هو ده مبدأنا. حمادة، إحدى الفتيات التي تعرضنا ل يعني انتهاكات جسدية وما إلى ذلك داخل المحبس، وهي أفرج عنها منذ أيام قليلة. لو لك تعليق سريع على ما ذكرته آيات لا أو ما وفي ذكر ما بشكل ذكر عام. عموما، وثم نرجع الى ايات. احد الاخوه الزملاء معنا في الحلقه يقول الكفر بالديمقراطيه، ويتحدث عن الثوار الشباب الذين ينشدون الحريه ويريدون ان يستنشقوها لما ذاقوا حلاوتها، يقول دي عباره عن جماعات تكفيريه. اصبح عبد الله الشامي اللي اتمسك معاه كاميرا ده رجل تكفيري، محمد بدر رجل تكفيري، المستشار الخضيري 74 سنه رجل تكفيري، السفير محمد رفاعة الطهطاوي ده رجل تكفيري. التكفيريين دول بيتكلم عنهم هم الذين دعوا إلى استفتاء مارس أيام المشير فوافقوا على الديمقراطية، هم الذين دعوا إلى مجلس الشعب ومجلس الشورى وانتخابات الرئاسة واستفتاء الدستور. خمس استحقاقات انتخابية ديمقراطية دستورية قبلنا بها. من التكفيري؟ الكافر هو الذي انقلب على هذه الديمقراطية، هو الذي كفر بهذه الديمقراطية. الكافر الحقيقي بالديمقراطية هو من أزاح كل هذا وجاء على ظهر الدبابة ليقول أنا وفقط. ثم التكفيريين، التكفيريين دول اللي بيتكلموا عنهم دول مجموعة من الشباب، أنا عايز ألفت أنظار دول الأحرار الحقيقيين. اللي بيحدث الآن في مصر، شباب مصر يدافع عن مصر وعن شرفها وعن حريتها. في عندنا طبقة من هؤلاء الشباب لا يعرفوا الخنوع ولا يعرفوا التكفير. دول كانوا طلاب في الثالث الإعدادي لما قامت ثورة 25 يناير، كانوا أطفال، فانتقلوا بعد انقلاب يوليو كانوا عندهم 18 سنة في ثالثة ثانوي، فانتقلوا من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرجولة وهم في عهد الحرية، ذاقوها وعاشوها ولن يفرطوا طيب فيها أبدا. سأعود إلى هؤلاء ليسوا تكفيريين، وإنما هؤلاء طيب يدافعون عن بلدهم وعن أمنهم وعن مؤسساتهم. طيب أستاذ أسامة، يعني حتى يعني لا يقع المجتمع عموما في هذا المستنقع وفي هذه الفوضى، ما هي الحلول لغلق هذه الظاهرة منذ بدايتها من وجهة نظرك؟ طب بس قبل ان اجيب على سؤال حضرتك، انا بس والله اللي قدامي اقل من دقيقتين، فارجو ان حضرتك نستفيد بيها يعني بعد اذنك، ليك اقل من دقيقه اتفضل. فاهم كلامي بشكل خاطئ، انا اقصد ان الحركه الاسلاميه ليست كلا واحد، ومن ثم هي داخلها اتجاهات متعدده. بعض هذه الاتجاهات سلك مسلكا متطرفا يكفر بالديمقراطيه، لكن اغلبيه التيارات الاسلاميه هي مع الديمقراطيه. زي مين؟ مين اللي سلك مسلك غير مين؟ أنا أقصد قبل الثورة، يعني البعض فكريا دلوقتي يا أستاذ أسامة، مين؟ أو أستاذ مصطفى، الآن بعض الجماعات الصغيرة كفرت بهذه الديمقراطية. مين يعني يا أستاذ مصطفى؟ مين؟ نعم؟ مين؟ يعني إن انفقنا خلف ما يشاع فهي جماعة أنصار بيت المقدس مثلا. احنا يعني تفرض عليهم الشرطة، ده جماعة أنصار بيت المقدس بتفجر، وتاني يوم اللي يعني تلصق الاتهامات أو يعني يجرم فئة أخرى. لكن معلش سريعا، الحل إيه؟ الحل إيه لو سمحت؟ التخوف، التخوف من طيب أن لحظة. البعض على بس أرجو بس أن أعطى فرصة لتوضيح الحل، أرجوك عشان الوقت بس تفضل. طيب ننتقل لفكرة الحلول والخروج من المرض. أنا في نظري وقد قمت بهذا بالكتابة في هذا الأمر، يعني ماذا لو طرحنا فكرة الحوار وفكرة المصالحة؟ يعني أنا أزعم أن المتطرفين في كلا الطرفين هم من يرفضون الحوار من أجل تأجيج صراع لن يعود بالخير ولا الفائدة على كلا الطرفين ولا على هذا طيب الوطن. أستاذ مصطفى كلمة أخيرة، عفوا أستاذ أسامة كلمة أخيرة. أستاذ مصطفى أنا قبل الكلمة الأخيرة بس أقول حاجة مهمة جدا تعقيبا على كلام الضيوف. أنا لم أقل أن الإنسان بيولد تكفيريا، قلت أن الثأر هو طور من الأطوار التكوينية للعقلية التكفيرية، تمام؟ والتعامل الأمني المفرط مع التيارات الغير إسلامية المنظمة الغير منظمة ربما يولد هذا الانفجار. أعول على كلام الأستاذ أسامة الهتيمي وأقول أن المشهد المصري يحتاج إلى نوع من المصالحة ونوع من تصدير كويس العقول. كويس، أنا وقتي يعني خلص، بس عندي حضرتك 30 ثانية نختم بيها بعد إذنك. أنا عايز بس أقول كل كلام الإخوة انصب ورجعنا تاني إلى بعبع بيت المقدس. بيت المقدس دول لا دعوا لمظاهرة ولا دعوا إلى مسيرة. طيب، نحن حراكنا سلمي وفي الحل الشارع، نحن مع أي مصالحة صادقة
تقوم على احترام الشرعية الدستورية. شكرا جزيلا الدكتور محمد الصغير الداعية الإسلامي مستشار وزير الأوقاف السابق، كما أشكر ضيفي عبر سكايب من القاهرة الأستاذ أسامة الهتمي الباحث الإسلامي، وكذلك ضيفي عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ مصطفى زهران الباحث في شؤون الحركة الإسلامية. كما أشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة، في أمان الله.